طلب دفاع المتهم الثالث أجلا من أجل الاطلاع على هذه الخبرة والجواب عليها، وبالتالي تقرر تأخير هذا الملف إلى جلسة 26 من هذا الشهر. تقدمنا بطلب الصلاح المؤقت دائما وأبدا، أسسناه أيضا ودائما على دفوعة قانونية ودفوعة اجتماعية ودفوعة إنسانية، وتقدمنا بطلب مهم وطلب قانوني ربما لأول مرة يقدم هذا الطلب، ألا وهو طلب فصل الملفات، على اعتبار بأنني كدفاع المتهم الثاني أنا جاهز للمرافعة وجاهز لتقديم دفوعي ودفوع البراءة في هذا الملف. ولكن تجري الرياح بما لا تشهي السفن، ودائما دائما دائما نحترم قرارات القضاء. القضاء قرر التأخير للاطلاع واطلاع الأطراف، وبالتالي لا تعليق على هذه القرارات. بالنسبه للتقرير ديال الخبره، واش كتشوفوا نتوما بالنسبه للصالح ديالكم ولا اللي يطلبوا الدفاع ديال المهم؟ انا الى حدود الان لم اطلع على تقرير الخبره الى حدود، وبالتالي ساجيبك فيما بعد. زعما المجريات هما كيقولوا بان المكالمات كتاكد بانه راه المتهم ديالهم هذا تقرير الخبره غيبرر. بالنسبه لكم نتوما شنو هو تقرير الخبره؟ واش غيغير المسار ديال المحاكمه؟ ولن يغير، لن يغير تقرير الخبره من مجريات الملف، او ممكن للمحكمه ان تعتمده في تقرير الادانه او في تقرير البراءه على حسب ظروف النازله. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.